أكد النائب ميشيل فرعون أن مشروع القانون الانتخابي الذي تقدم به والنائب سيرج تور ساركيسيان يمزج بين حسنات مشروع اللقاء الأرثوذكسي لناحية التمثيل المذهبي وبين التمثيل المناطقي والوطني، ما يجعله من أكثر المشاريع المطروحة قدرة على تلبية متطلبات المرحلة. وخلال اجتماع عقد في دارته ضم عددا من الشخصيات المسيحية، شجع فرعون على إجراء الانتخابات على مرحلتين عبر التأهيل على مستوى الطائفة في دورة أولى، ثم إجراء الانتخابات في دوائر صغرى في دورة ثانية، ما يساهم في تمثيل المذاهب والمناطق والقوى السياسية.